مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. بهيدا الفيديو رح نتعلم غرزة اسمها بوب كورن أو غرزة الفيشارة. غرزة بتحسوها هيك نابقة شوي مثل 3D، ومن القفا فلات، ما في، ما مبين، يعني مسطحة من القفا. غرزة فينا ندخلها على إذا عم نعمل بطانية أو عم نعمل شي هيك، بتعطي إفكت أحلى. الرمز تاعها كتابة بي سي أو بوب ستيتش، والسيمبل رح حطه على الشاشة. هي بتعتمد على بنفس الغرزة نعمل 5 عواميد وبعدين نشركهم ببعض. هلا بقلكم كيف، وفينا نعملها بس إنه بأكتر عواميد، بس هي ستاندرد إنه 5 عواميد المتعارف عليه. هلأ بهذا الفيديو رح أعمل تكرار العدد 4، وفينا نحنا نعمل تكرار العدد 2 إذا بدنا إياها أقرب، يعني يكونوا أقرب لبعض. إذا بدنا إياهم في فراغات بين بعض بدنا نعمل تكرار 4، تكرار 8. فهيك كل ما منزيد العدد بيوسع معنا المسافة بين البوب كورن، بين بوب كورن ومن يعني غرزة وغرزة الفيشارة. بكل 4 غرز اللي حنعملهم حيكون معنا وحدة بوب كورن، يعني إذا عملنا 8 مثلا حيكون مسافة أكبر وبكون في غرزة وحدة بوب كورن وبيناتهم عواميد عاديين. فهلأ خلينا نبلش. أول شي رح جيب الخيط، بدي أعمل مثل ما قلت لكم تكرار العدد 4. رح أعمل سلاسل، 1 2 3 4، 1 2 3 4. انت فيك تطول السلسلة قد ما بدك، بس مع الحفاظ مع المعلومات اللي قلت لك اياها باول الفيديو. هاي عملت 3 4، حزيد عليهم 3. السبب اللي زدت 3 باخر هون السلاسل لأنه أنا بدي حافظ على هيدا الشكل بين أول الشغل ونهاية الشغل، يكون عندي يعني إنه هول ما دخلهم بالها. فهن 3 سلاسل اللي زدتهم هيكونوا خارج عن الأربعة اللي قلت لكم عليهم. من بعد ما زدت 3 حزيد وحدة كمان. هلأ بدي أعمل بكل الغرز غرز حشو، يعني حتى يكون عندي القاعدة العمل شوي ثابتة. هعمل غرز حشو بكل السلاسل اللي عملتهم. هون وصلنا لآخر الحشو، هارتفع 2 سلسلة وهقفل الشغل. هلأ بأول غرزة بتصادفنا هون بدي أبلش أعمل البوب كورن. هعمل 5 عواميد بلفة بنفس الفراغ اللي فت فيه. هاي 2 3 4 5، عملت 5 عواميد بلفة. هلأ شو بعمل؟ بدي اسحب شوي اللفة اللي على السنارة، بدي ارجع لأول عمود عملته بالفراغ. هاي 1 2 3 4، هيدا، والحلقة تبعيته بدي فوت السنارة فيها وجيب الحلقة اللي كانت على السنارة، شد شوي الخيط، بدي جيبها للحلقة وضهرها منه للحلقة اللي كانت هون. هيك بتكون تكونت معنا أول بوب كورن. بدنا نعمل سلسلة، بدي بلش أعمل حده لأنه بلشنا بأربعة أربعة أربعة. فهعمل 3 عواميد بلفة بأول غرزة بتصادفنا، هعمل عمود. هاي 2، هاي 3، هاي المسافة اللي أنا حابة أعملها. هلأ بهالغرزة بدي أعمل غرزة الفيشارة. هعمل 5 عواميد بلفة بنفس الفراغ،
هاي 5 عواميد. بدي اسحب شوي الخيط، بدي ارجع لأول عمود عملته، شد الخيط واسحب اللفة معي واعمل سلسلة. بدي اعمل 3 عواميد حدهم، هاي 1، بكل عمود بغرزة، 2، هاي 3. هلأ صار دور أعمل غرزة الفشارة، هأعمل 5 عواميد بنفس الفراغ، هاي 5. بدي أرجع لأول عمود وأخذ الحلقة اللفة اللي كانت على السنارة وأعمل سلسلة، وبدي أعمل أرجع 3 عواميد بلفة حدها. هلأ بدي أعمل هون غرزة الفشارة، بدي أعمل 5 عواميد بلفة. هلأ فينا نعملها يعني بعواميد بلفتين كذا، يعني حسب هو شو طالبين معنا بالباترن نتبعه، بس هو المتعارف عليه بينعمل ب5 عواميد بلفة. نسكرها بسلسلة، بضل عنا آخر غرزة ما كتير مبينة معنا، بدنا نعمل فيها عمود واحد، هن هول اللي زدناهم بأول السلاسل اللي قلتلكن عليهم. فصارت هون عنا مبلشين بعمود ومنتهي بعمود، وعنا 4 بوب كورن بيناتهم في 3 عواميد. هلأ بالسطر التاني ما بعمل فيه بوب كورن، غرزة الفشارة ما بعملها، السطر التاني بارتفع سلسلتين وببرم الشغل، هيكون السطر اللي من بعد البوب كورن هيكون سطر عادي، عواميد عاديين. هأعملهم. هلا بدنا ننتبه لشغلة، انه البوب كورن في إلها براسة غير مثل حلقة، وفي الحلقة اللي هي السلسلة اللي سكرناها، فنحن بدنا ننقي وحدة بس. يعني هلأ أنا فتت بهيدي اللي فوق البوب كورن دغري، هيدي الحلقة اللي كانت سلسلة حأتجاهلها، حفوت باللي حدها، لأنه إذا فتنا فيهم اتنيناتهم حيزيد عنا العدد، فمنتجاهل بس وحدة ومنفوت بس بالغرزة البوب كورن التوب تاعي يعني. وفيك بس تخلص السطر تعديه لتتأكدي من غرزك اللي بلشتي فيهم انه هن ذاتهم عم بضلن معك بالاسطر التاليين، حتى يكون شغلك مزبوط. هذا السطر كلياته حأعمله عواميد بلفة، رح أعمله وبرجع لكم. وصلت لآخر عمود، آخر غرزة هتكون هي، أنا معي 15 غرزة عديتهم، وهذا السطر حيخلص معي ب15 غرزة. هلأ برتفع سلسلتين وببرم الشغل. هلأ هون بدي أعمل البوب كورن، بس عشان يطلع معي هيدا الإفكت التأثير إنه بين كل 2 بوب كورن في وحدة فوقهم، هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل هون 3 عواميد وبدنا نحاول نعملها هون بالنص، عشان يعني فينا نعملهم هيك فوق بعض، وفينا نعملها إذا فوق بعض عادي بنعمل عمود بوب كورن 3 عواميد بوب كورن. بس هلأ أنا لأن بدي أعمل مثل شكل، رح أبلش ب3 عواميد وبالرابع هأعمل بوب كورن. بعد ما ارتفعت سلسلتين هأعمل عمود، هون صار عندي بلشت ب3، هأعمل البوب كورن 5 عواميد بنفس الفراغ، بشد السنارة بيجي على أول عمود وبسحب الحلقة،
بسكرها بسلسلة، هعمل 3 عواميد لفة، كل عمود بغرزة، هاي المسافة اللي حتكون بين كل بوبكورن بوبكورن. عملت 3 عواميد، هلا بدي اعمل بوبكورن، غرزة فيشارة، هون عم بكرر، هعمل 3 عواميد، هلا بدي اعمل هون بوب كورن، هاي 1 2 3. هلا اللي بلاحظه صاروا عندي هول البوب كورن بالوسط، هون 3 غرز، 3 عواميد، وهون 3 عواميد. هلا بدي اعمل السطر اللي من بعده بغرز عمود عادي، بس رح اغير الخيط اللون. شو بعمل؟ قبل ما انهي العمود اللي بدي اعمله اخر شي، بخلي الحلقتين، بجيب لون جديد، انا منزلة فيديو كيف منغير الخيط بالشغل. هلا بس هيدا بربطهم من ورا عقدة صغيرة، بقص هيدا اللي خلص ببقى بدي اياه، بربطهم هيك عقدة خفيفة، برتفع 2 سلسلة. بدي اعمل فيه لهيدا السطر عواميد كله، هاي 2، هاي 3. فوق البوب كورن مثل ما قلت لكم عنا غرزتين، الغرزة الأساسية تبعت البوب كورن واللي قفلنا فيها البوب كورن، أنا بدي وحدة فوت فيها. وجهها اللي هيك هي ما مبينة أساسا كتير، بفوت باللي حدها. هيدا السطر كله رح أعمله عواميد، هعملهم وارجع لكم. هارتفع سلسلتين وارجع ابرم الشغل. هلا هون دغري بدي اعمل بوب كورن، هون وحده هعمل 5 عواميد بنفس الغرزه. هلا اذا بدك تعملي بطانيه كبيره، انت بس اتبعي عدد 4 4 4. إذا بدك هيك المسافة تكون بين كل بوب كورن بوب كورن، بدك إياها أقل بتعمل 2 2 2، بدك إياها أكتر المسافة 8 مثلا أو 6. هأرجع على أول عمود عملته وأسحب اللفة، بدي أعمل 3 عواميد بيناتهم، هلا بدي اعمل بوب كورن. فهيدي الطريقة لما انا بعملها بكون عم بوزع حبوب البوب كورن. هلا هاي صارت فوق هاي، هلا هون بدي عم بعملها بتصير فوق هاي، فبتعطي هيك يعني شكل حلو، انه احسن ما يكونوا دايركت يعني هيك عمود فوق بعض. وفيني كمان اعملها، فيني كمان اعمل مثل رسمة بالبوب كورن، ان شاء الله بنزلها فيديوهات، في شكل نجمة، في شكل عقلب،
حيلا أشكال بنكون عم نتبع هيك على شكل بوب كورن، بتعطينا بالنهاية شكل قلب، شكل نجمة. هلا بدي أعمل هون بوب كورن، هأعملها وأرجع لكم. هأعمل عمود بآخر غرزة عندي إياها، وهيك بكون أنا اشتغلت حبوب البوب كورن. هيك نافرة فيني كبرها قد ما بدي، وفيني أعرضها قد ما بدي، وفيني طولها يعني قد ما بدي كمان. غرزة كتير حلوة، خرج بطانيات، خرج نعمل فيها مثل ديكوريشن. هيك منكون تعلمنا بهذا الفيديو غرزة اسمها بوب كورن، غرزة الفيشارة. بتمنى الفيديو يكون واضح وسهل، وأي سؤال أهلا بالكومنت اكتبوا لي إياه. ما تنسوا تعملوا لي فولو على الإنستغرام وتتابعوني أول بأول، تعملوا اشتراك للقناة، وشكرا لمتابعتكم. باي باي.